كديري لاباس عليكم؟ بخير، اموركم على خير. المهم اليوم فيديو جديد، نهار جديد. تشوفوني كندير في الفستان ديال الحوت لا وعدي وسعدي على قبلي وفاء الاكرامي. تشهات قالت لك بالسطيله، ما عرفناش واش كتوحم، احنا باقي ما متاكدناش دابا واش كتوحم واش حامله واش ما حاملاش. المهم هي قالت لك ديال بسطيله ديال الحوت، ديال الحوت ديال الدجاج بجوجهم، ديال الحوت وديال الدجاج، اكثر هي ديال الدجاج ولكن هما صبخوا الغاليه. غادي نديرو لاختي ديال الحوت هما والدجاج تسيم الجايه. لا لا لا، غدا غدا ناري 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 تقويسه 5 5 من عندي. ما بنات حياتي مع اللي فيا صراحه، شكرا ليها بزاف بزاف، حيت راه بصح انا بقى ما عارفه شنو كاين. راه هي تقول لكم، قولوا لي على حالتي كي كانت دابا. والله ودابا نيش راه حتى راه مريضه، ما هزيت بنتي وبدا تقطع كنتقطع. المهم ما عرفتش اختي ايش بك بنيه، جوج بنيات شحال زوينين يا اختي. لا لا كانوا وليت هو زوينه، هي كانوا جوج بنيات غنفع، انا ما عنديش مشكل بحال ايوا ان شاء الله. ايوا دابا مني غتعمر غنصدر نصور لكم اللقطات فاش كتعمر. دابا قولي لي شنو درتي بعدا في هذا الشيء؟ المهم هنايا راه كنت ديجا نفاوض معاكم بسطيله ديال الحوت، خلي ليهم تخلي لكم في صندوق الوصف. غير شرموله ديال فيها ربيع معدنوس وثومه. درتي ديك العطريه ديال الحوت؟ درتها. عطيت الحوت، زيت العود، حامض، صوصو، يا ثومه انا اللي حكيتها. صافي هنايا درت الكرامر ديجا شحرتو دابا دخلو. نعم وانتم اش كديرو هنايا في الكوزينه؟ جينا نعاونوك دابا انس ويوسف لابسين بحال بحال. المهم المهم مايلين ولكن ماشي بحال بحال. لا 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 يوسف طي عنده يا هذيك طي مانكا مانكا طي مانكا الله يلاه. كنقول لها طب وزيك يا واكل لك رزقك واكل رزقي. معقول دابا واش غتهبطوا الحوايج؟ حنا غنعقبوا حنا غنعقبوا واش غديروا؟ انا باش نطلبوا نمشي معايا الحوايج، شنو غنجيب الحوايج جداد يا شيخ انا صرات تكسى كما نديرو التحدي ديال البيض. صح حاجة عمي الخير، صح حاجة عمي الخير. رؤية اش كديري؟ رؤية راك تنعس في بنتها حياة. ويلي عاودي تقطع ماما. رؤية ولدات وماما باقا شتي وانا باقا. سيري قطعي. شنو نوري بالقطع ديال تبارك الله ما شاء الله الضفيرات بعدا حداقة خمسة وخميس كيبان لي لك كيبان لي داك الجروح يطير الصباح كيبان لي الضفا غتاكل كيبان لي الضفا غتاكل. ما حنا ما لقيناش الورقة بعدا أول حاجة. إيه هي جبناها غير من المرجان، مرجان مكاينش الورقة ولكن عندنا ما نديرو المح ما بغاتها. وين أنا غنطيق راسي كنتوحم لقيت راسي ما حاملاش نتسطى. إن شاء الله إن شاء الله. أنا عندي احساس احساس انك كتكوني ما تختي الله يصوب اللي بغاه الله مرحبا بها. مالك ياك عشتلك برافو حياه. تخيلها تقلب صراحه خاصه الهديسه مالك حاره. يلا كليت منها دابا وجاتني حاره. واش عجبني تكون حارة؟ واش التوته في ولدي؟ تونة خلاتها صح حفصة ضروري من اللمقة بنينة والله هي تبنينة والله هي تبنينة. ومن هاد الورقة راه ما كتعجبنيش ولكن قادية الغلط أصاحبتي. المهم بسطيلة شاف حياة. اوه حنا دابا في المراحل الأخيرة اللي هي الدهين. الدهين بلاص شوفوا الفستان. طيب عطيني الصفحة ياك المهم اللي كتصور خاص طبسيل. شنو هو طبسيل؟ صغيور داكشي كي شاف تبارك الله عليك انا ذقتها انا ذقتها انا ملي بديت ولا كناكل ملي بديت كدير العمارة ولا كناكل لا الحمارة
ايوا كسر ما كيشربهاش كاع الناس والناس جالس فريستور الكبيدات كي دايرين لاباس عليكم بخير اموركم على خير كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال لاول مره كنشوفوا هذه القناه ما تنساوش ابوناو وتفعلوا الجرس بيان سور الا عجبكم المحتوى ديال القناه ولا عجبكم داكشي اللي كنديروا ما تنساوش الا عجبكم لا فيديو حتى ديروا ليه لايك وخلي كومونتير زوين المهم لقيتونا هاد الصباح هاد خرجت حيت عندي ميدار عندي زون عندي طونديست هادشي شحال وانا كنتهرب عليها دابا شي جوج سيمانات باش دارت معايا باش رجع عندها باش تزير ليا وكثر انني خايف عاوتاني نتالم وما نقدرش نبقى ناكل ديك 3 ايام الاولى ولا ديك يومين الاولى وليت كنتهرب كنقول اليوم غدا اليوم غدا ولكن صافي دابا جا الوقت اللي خاصني نمشي نبدا نزير خاصني نصبر صبر ما عندي ما ندير المهم غادي نمشي غنمشي نفطر بعدا دابا هو الاول نمشي ناكل شي حاجه لان لا زيرت نقدر ما نبقاش نعض يعني اسناني كيضرو يعني كيضروكم الناس اللي كيزيرو الناس اللي دايرين لي باكرا غيكون فاهمين غادي نمشي بعدا ناكل الشارع ضروني سنينات ولا داكشي المهم لقاني لقاوني زعما واكل شبعانة صافي هادشي اللي كاين المهم دابا غادي نهبط نفطر وعاد نمشيو عند طونجيز بيت ما تحل دابا تقريبا يلاه شي 9:30 درت معاها ديك العشرة ونص بحال هكاك صافي هادشي اللي كاين خليكم معايا باش دوز معايا هاد النهار هادا احبكم الله عرفت ملي كنجي فطر كنلقى فطور فيه حسيوة نري كيعجبني الحال ملي كنلقى حسو المهم غادي نفطر يوسف باقي كيتسنى باقي كيتسنى فطور بنات يلا وصلت دابا سونتر تاع جفيف يلا وصلت دابا لعند الطبيبة اللي متبعة معانا بسناني اليوم عندي أول حصة ديال باش تزير لي لي باك المهم معرفتش كيفاش غتكون بالنسبة للناس اللي كيسولوني أنا كنجاوب في الانستغرام كنجاوب حتى هنا بالنسبة ليوتيوب للناس اللي كيسولوني في اليوتيوب فين جات هاد الطبيبة فين كاينة بشحال الأثمنة ديال بشحال الثمن ديال لي باك بشحال الثمن ديال البرونشيمو هادشي كامل غادي تلقاو غادي نخلي لكم الكونت ديالهم ديال انستغرام تحت في فندق الوصف دخلوا عندهم وسولوهم كيجاوبوكم على كلشي كيجاوبوكم على كاع المعلومات وبزاف البنات جاو من طرفي وعجبهم الحال كاينين اللي حيدت الدرسة كاينين اللي حمراتها بزاف البنات اللي عجبهم التعامل وصراحة التعامل ديالهم زوين طوب سيرفيس ديالهم عندهم زوين كلشي زوين وصافي المهم اي حاجة اي معلومات اي حاجة بغيتو تسولو عليها بلونشيمو بشحال او لي باك غنخلي لكم حيت كل وحدة والسن ديالها كل وحدة وليطة ديال السن ديالها هما غيقدرو نقولو لكم شحال الثمن شحال غيتقام عليكم هادشي فهمتوا المهم غنخلي لكم هنايا نمرة التليفون ديالهم وغنخلي لكم حتى انستغرام ديالهم دخلوا عندهم راه كيجاوبوا كلشي وكيجاوبوا على كلشي وهادشي اللي غنبداو معايا باش ما نتوعش هادي اول حصة كبيدات المهم مبقاش هضرت معاكم من كنت داخلة عند الطبيبة المهم الحمد لله زيرت ولكن يعني ما كاينش الالم ماشي ما كاينش الصداع كنت خايفه انني زعما من غادي نزير لي باك غيعطيني صداع الحمد لله كيف ما قالت لي نهار الاول قالت لي راه شوفي غير اون فوا كتحطوا لي باك صافي يعني عندك ديك يومين ثلاث ايام ديال الصداع كيبقاو صدعوك سنانك ما تقدريش تاكلي وقالت لي ولكن من بعد ملي كتبقى تزير زعما ما تبقاش تواتي يعني ما بقاش يضروك سنينات الحمد لله داكشي اللي كاين قالت لي مزيان وان شاء الله زعما ماشي ما غاديش نطول بزاف لي باك ما عرفتش 3 شهور 4 شهور بحال هكاك الا ما
تقاد هي بدات كتخرج واحد الشويه مع شافت الطبيبه قالت لي بدات تخرج شويه. هو صافي مشيت عند بنت اختي تغديت انا وياها تغديت عندها وصافي جيت دابا تلاقيت مع السيده اللي خديت من عندها. انا نوريكم شنو خديت من عندها. خديت من عندها داكشي زوين وغزال نوريه لكم. خديت من عندها فقيقصات واحد الفقاس صراحه انا بعد ما عمرني شفتو انا شفتو غير عندها هي سميتها مدام بنيس. نقدر نخلي لكم حتى انستغرام ديالها الا بغيتو الا عجبتكم شي حاجه وبغيتو تدخلوا تاخذوا من عندها. عندها داكشي زوين كتصوب داكشي غير في الدار يعني ما عندها كتصوب داكشي كلشي في الدار لحقوا طريقو انا نوريكم فقاس. المهم هاد الفقاس بعدا اللي خديت من عندها قلت لكم ما عمرني شفتو زعما في شي محل بحال هكا كيتباع ولا اول مره بعدا غادي نشوفو عندها. فيه البيستاج وفيه اللوز وفيه حتى النوازيت واقيلا وخديت من عندها حتى بريوات وبسيتلات بريوات بالكفته وليشو ليشو الكفته. اول مره بعدا انا غنسمع بريوات بليشو الكفته اول مره. قالت لي راه كيجيو بنان باقا ما دكتوش دابا كنتسنى غير في يوسف حتى نمشيو للدار باش نسخنهم عاد نقدر ناكلهم ونقول لكم شنو كيفاش جاوني واش بنان من البنات صافي. المهم انا نوريكم شنو خديت من عندها و لا بغيتو شي حاجه دخلوا عند راه نخلي لكم الانستغرام لتحت. ما عندكم شي اراده ولا عندكم شي حاجه شي مناسبه بحال هكا حيت بزاف الناس بصراحه ما بعدا انا حيت بحكم انني خدامه ما عنديش الوقت يعني نهار كيبغي يجي عندي شي واحد كنبغي شي حاجه تكون واجده اما نخرج ناخذها من باتيسري اما نعيط لشي سيده توجدها لي. وهي من الاحسن تعيطوا لشي سيده اللي تكون كونفيونس تكون كتثقوا فيها كدير لكم داكشي ديال الدار يعني الماكله ديال الدار الحقه وصراحه. وانا نوريك ها هما الفقيقسات. صراحه انا كومونديت ما عندها شي لاخر غير هادو. قالت لي ذوقيهم وقولوا لي كيفاش جاوك شو كيفاش كيجي. انا بعدا ما عمرني شفت هاد الفقاس بحال هكا فيه البيستاج فيه النوازيت فيه اللوز وفيه هذا واقيلا حتى المهم كاع داك الفواكه الجافه فيهم شو زوين وكيبان مقرمش بحال شكل شيبس بحال هكاك بحال كتاكلوا شيبس. ماشي قاصح وماشي ماشي داك الرطاب يعني مقرمش زوين شو زوين بعدا غير المنظر ديالو كيشهي انا دقت منه غزال. وها هو البلاطو اللي كومونديت من عندها. هنايا كاينين بسلطات حلوين وهنايا هادو هما البريوات اللي قلت لكم بليشو الكفته قالت لي بليشو الكفته. المهم حتى نمشي للدار وغنسخنهم وغادي نذوقهم ونقول لكم كيفاش داير المذاق وداكشي شو. ومن بعد المنظر ديالو كيشح زوين داكشي ريحه الدجاج ريحه الحلاوه ريحه اللوز تبارك الله على وصافي كبير. ومبقاش هضرت معاكم جينا جا فينا الجوع سخنا داك البسطلات والكبريوات فنين لذاد داكشي لحقو طريقو. انا بعدا شخصيا ما عنديش نهائيا مع بسطيله ديال الدجاج ديال الحوت كناكلو ديال الدجاج بكثره انني كندوقها ديما حلوه طلعت ليا في راسي بحال كهمتني هاد البسطينه هادي ما نقولش لكم. الحلاوه هي هذيك ما كتكهمش الورقه مقرمشه كلشي زوين تبارك الله الله يعطيها الصحه. المهم ما بغيتوش شي حاجه ولا هذا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها لتحت ولا هنايا دخلوا تواصلوا معاها وقول لها من طرف حياتي غدير معكم واحد الاثمنه زوين. بعدا انا شخصيا ما بقاش نستغنى عليها الا كانت عندي شي كانت عندي شي مناسبه او شي حاجه بحال هكا شي عراضه نعيط لها لان داكشي عندها بنين هضرت في الانستغرام غادي يعرفوا علاش كندوي لان ضقت قدامهم وهضرت في لي ستوري. هادشي اللي كان كنتمنى هاد اليومين هاد الفيديو دوزتو معانا عجبوكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه لاول مره كيشوف القناه وكنبغيكم بزاف كنموت عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله. تصبحون على خير.